نبدأ الأول من الزيارة اللي قام بها النهاردة سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للأكاديمية. لو تدينا شوية تفاصيل صغيرة عن الزيارة. اسمح لي في البداية برحب بحضرتك برضو بالبرنامج وبشكر سعادتك على الاستضافة، وببتدي حديثي مع حضرتك بتوجيه التهنئة لشعب مصر العظيم كله بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها، المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وثورة 25 يناير وعيد الشرطة. مناسبات كتيرة. مناسبات كتيرة وحق شعب مصر أن يعيش دائما في احتفالات بإذن الله. إن شاء الله. أما فيما يتعلق ببدء الاحتفالات بعيد الشرطة، فشرفنا النهاردة في أكاديمية الشرطة وكان احتفال الوزارة كلها، وده من الاحتفالات الأساسية لنا في الوزارة. شرفنا النهاردة سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكان في شرف استقبال سيادته معالي وزير الداخلية السيد الفاضل محمد إبراهيم ومجموعة من قيادات القوات المسلحة وقيادات جهاز الشرطة. والحقيقة كانت احتفالية رائعة اصطبغت طبعا بالطابع الوطني وطابع الانتماء، واستمعنا جميعا إلى كلمة رائعة من السيد فريق أول عبد الفتاح السيسي والسيد الوزير، والحقيقة استشعرنا أن احنا في عيد حقيقي حقيقي، لأن في مشاعر الانتماء والوطنية والإصرار على حماية أمن مصر واستقرار مصر.